في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمسار العائلة المقدسة في مصر، أقامت دار الكتب والوثائق القومية احتفالية بهذه المناسبة. تضمن برنامج الاحتفالية معرضا وثائقيا وعرض ميداليات تذكارية لنقاط المسار بالتعاون مع مصلحة سك العملة، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن مسار رحلة العائلة المقدسة. بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية احتفالية للتفخر والتباهي بقدوم السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى أرض الكنانة. العائلة المقدسة بعد ما خرجت من أرض فلسطين لجات مصر، مشيت حوالي 3500 كيلو بطول وعرض البلاد، مشيت في 8 محافظات وزارت حوالي أكثر من 25 موقع موجودين على خريطة مصر. رحلة العائلة المقدسة هذا حدث تاريخي، واحتفالية وزارة الثقافة المصرية بهذا الأمر إنما هو إحياء لهذه أو لهذا الحدث التاريخي. وبقول لحضرتك إنما يعني اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الاحتفاليات الدينية، إنما يعني أن مصر ضربت النموذج الأمثل في تحقيق التعايش بين أبنائه. الاحتفالية استعرضت جهود الدولة في رفع كفاءة المناطق التي مرت بها العائلة المقدسة، سواء كانت كنائس أو أديرة، بالإضافة إلى تطوير مناطق مسار العائلة المقدسة. العائلة المقدسة جاءت مصر، دخلت من رفح للعريش للفرمة لتل بسطة الشرقية، وجابت في الدلتا ثم موضع القاهرة الحالية ومنف والمعادي، وبعد كده البهنسة والأشمونين، وصولا إلى دير المحرة في أسقوط، في رحلة استغرقت حوالي 3 سنوات ونصف وقطعت مسافة حوالي 2500 كيلومتر هروبا من بطش هيرودس الملك وحفظا للطفل يسوع. مصلحة سك العملة اللي هي التابعة لوزارة المالية، المنوط بها تخليد تاريخ مصر عن طريق المسكوكات، فاحنا قمنا من 2018 بتخليد مسار العائلة المقدسة في مصر بعد تدشين مسار العائلة المقدسة للحج المسيحي. بدأت الحكومة المصرية تأخذ عدة مسارات لإنجاز هذا العمل الكبير، فاحنا قمنا كمصلحة بدورنا المنوط به اللي هو تأريخ مسار العائلة المقدسة عن طريق الميداليات التذكارية. الاحتفالية شملت أيضا عرضا لفيلم تسجيلي عن قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، والتي بدأت من سيناء وانتهت بصعيد مصر، بالإضافة إلى معرض يحتوي على مقتنيات وميداليات تخص هذا الحدث المقدس. 3500 متر هي المسافة التي قطعتها العائلة المقدسة داخل أرض مصر في رحلة حملت الكثير من المعاني والقيم، والتي تؤكد دائما أن مصر كانت ولا تزال هي واحة الأمن والاطمئنان. من داخل دار الكتب والوثائق القومية، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.